بولحية يا بولحية، هذا مش قصد منه التعريف، هذا مش قصد منه التعريف. والذي يظن أن القصد منه التعريف مخطئ، لأن الصحيح العكس، الصحيح العكس. الحليق هذا ربما هو اللي يقوله يا حليق، لما؟ لأنه على خلاف الأصل، لأنه على خلاف الأصل. أما الملتحي هذا مع الأصل. وجرى على ألسنة الناس أن هذا يقال تهجينا وتعييرا وازدراء، ولهذا لا ينبغي حتى الإنسان إذا كان لم يكن هذا قصده لا يكون متشبها بهؤلاء، لا يكون متشبها بهؤلاء. إنسان يتأدب مع إخوانه ويحترمهم. تصور أنت من هذا الذي تلقبه وتصفه؟ تتصور نفسك أنت أن النبي صلى الله عليه وسلم تقول له يا أبو لحية، أو أحد الصحابة عمر أو أبي بكر تقول له يا أبو لحية، أو غيره من علماء هذه الأمة؟ تصور أنت هذا؟ أبدا. تقول أنت في حضرة ابن باديس رحمه الله، معليش نخليها أنت وعنا، تقول له يا أبو لحية يليق هذا؟ أبدا. ولا مؤسس هذه الدولة الأمير عبد القادر تقول له أنت يا أبو لحية؟ أبدا، هذا ليس من، لا يليق أبدا بمثل هؤلاء.